سلام سلام، اليوم ان شاء الله باذن الله نحضر معكم بيتزا. كما كتشوفوا معايا كتجي جد رائعه بمكونات جد بسيطه على حسب المتوفر عندكم. الحشو كيبقى اختياري. اول حاجه نقولوا بها بسم الله، غنشدوا واحد زليفه ديال الدقيق، واحد المعلقه كبيره ديال الخميره، وشويه ديال الملحه. خليكم معايا مع الطريقه اللي جد مبسطه. نقولوا بسم الله. اول حاجه خديت واحد الاناء، ضفت فيه ديك الزلافه ديال الدقيق، ضفت فيه واحد جوج معالقات الزبيده بلديه. ضروري من الزويته البلديه هي اللي كتعطينا داك الفشفشه للعجين. ما كانش متوفره نديرو زيت روميه، ولكن احسن الزيت البلديه. هنا واحد المعلقه صغيره ديال السنيده غير باش تعطينا داك التحميره الزوينه في البيتزا ديالنا. وهنايا ضفت واحد جهد معلقه على ديك الخميره باش هكا تطلق لينا. وكذلك ان شاء الله باذن الله نضيفها على الدقيق ديالي. كنحاول نبسبس كل شيء مع بعضياته ونخلط المكونات باش تنسجم ليا مع بعضياتها. هنا نضيف واحد شويه الملحه ونخلطها مزيان مزيان، ونضيف كميه ديال الماء تدريجيا حتى تجمع ليا العجين ديالي. العجين ديالنا خاصها تكون كتلصق في اليد، تجي زوينه وتتلصق، ما تجيش قاصحه باش كتعطينا الطوح وكتجي مهويه من الداخل. كنبقاو نضيفو هكا الماء اللي كيكون دافي، ضروري انه يكون دافي باش يساعدها انها دغيا تختمر معانا وتكون واجده معانا. كما كتشوفوا معايا في الصوره كنبقى نجمع هذيك العجين ديالي بشويه بشويه. الناس كتوفر على العجينه، بغات دير العجينه ديرها، انا فضلت انني نديرها بيدي حيت راه جد سهله وبسيطه، ما كتحسيش شي مجهود. وكذلك كما كتشوفوا راه الكميه راها قليله، يعني ما تحتاج انكم كديروا العجانه. وكذلك الناس اللي ما كتوفرش لهم العجانه ممكن حتى هما زعما يستافدوا من هذا الفيديو. هذا شديتها بقيت كندلكها واحد شويه، ممكن هذه المرحله تستغناو عليها غير جمعوها وخليوها في داك البول. انا بغيت ندلكها شويه باش تحيد لي ديك العجين اللي بقات لي في يدي كتلصق. المهم العجين ديالي كتجيني بهذا الشكل هذا مطاطيه، يعني كنلعبوا بها في اليدين ديالنا كما كتشوفوا في الصوره، كتجي جد مطاطيه. هذا دليل على النجاح ديالها. شديت البول ديالي اللي عجنت فيه العجين ديالي، ندير فيه واحد نص معلقه صغيره ديال الزويته، ندهنه ونحط فيه داك العجين ديالي ونخليها تختمر اطول مده ممكنه. انا كنت زربانه ما خليتهاش بزاف، خليتها من باشي 10 دقائق بحال هكاك. غطيت عليها بالبابي سولوفون وخليتها. الناس اللي ما كتوفرش لهم ممكن انكم ديروها في بلاستيك، كما انكم ممكن تغطيوها غير بشي طبيصيل وصافي. هذا ما كان خليتها كما قلت لكم غير واحد المده قليله، وديك الساعه كنحل عليها. شوفوا كيفاش كتضاعف الحجم ديالها وكتجي جد مهويه. هاد العجين هادي ادي ليا جوج العجينات ديال البيتزا. انا هاد العجين هادي ندير بها بيتزات وندير بها ساندويتش. الا بغيتوني نشاركو معكم خليوها ليا في التعليقات ونوريكم الطريقه وطريقه الحشو ديالو، كيجي حتى واجد رائع. المهم كما كتشوفوا معايا شديت واحد العجينه من هذيك الكويرات نخدمها وحده، ان غطيها بالبلاستيك. ممكن انني نحتفظ بها في الثلاجه حتى لغدا ليه، ممكن انني نطيبها نص طيبه ونحتفظ بها كذلك، تتبقى العجين جد رائعه. المهم بقيت كنطلق بها بهذه الطريقه. هذه السمك ديال العجين كيبقى اختياري. انا بالنسبه ليا كنبغي ندير العجين شويه رقيقه حيت من بعد كتضاعف الحجم ديالها في الفرن. المهم كنحاول ما امكن كما كتشوفوا معايا في الصوره، انا كنطلقها ونعاود نطلقها ونقلبها ونعاود نطلقها بالدلاك، كنطلقها بالدلاك باش كتجيكم ساهله ماهله دغيا دغيا. المهم كنحاول انني نجيب لها الدوره تكون الدوره اللي هي متساويه. في هذه المرحله هذه راه ممكن تطلقوا حتى العجين الاخرى وطيبوها نص طيبه ودخلوها للفران وتخليوا حتى نهار تبغيوها وتجبدوها، تحتفظوا بها غير في البلاستيكه اولا ديروا على بابي سولوفون. هنايا انا خديت الطاوه ديالي اللي كتدخل الفران درت فيها بابي كويسون باش انني نتفادى انها تلصق ليا وصافي. بقيت هكا كنثقب العجين ديالي. بعد ان شاء الله في هذه الوقيته هذه الفران ديالي كيكون سخون، كنكون شعلته من قبل ما كنبقى نطلق العجينه كنشعل الفران، حيت البيتزا ديالنا كيبغي الفران في درجه الحراره اللي تكون عاليه باش انها ما تتقصحش لينا في الفرن. كنديرو الناس من اللي كتوفر على الفران ديال الغاز نشعلوه من التحت على اقصى حد بحال كنطيبو الخبز. كما كتشوفوا معايا هنايا انا ندير معكم لاصوص بيا بيتزا. درت مطيشه وبصله وحده، ودرت معها كاس ديال الماء كبير وطحنته في مولينكس ودرتهم في الكاسرونه ودرت عليهم معلقه ديال لاصوص اولا مطيشه ديال الحك. صافي درتهم فوق البوطه كيغليو. هنايا عندي واحد المعلقه ديال الماء مع المعلقه النشا، هذيك واحد طريفه القزبر بقى ليا قلت ما عليش ماشي مشكل
نضيفو حتى هو صافي. كنضيفو على الخليط ديالي، هو اللي كيخلي داك الخليط ديالنا كيتعقد لينا. بقيت كنخلط هكا هكا، ضفت لواحد الكميه ديال الزعتر كما كتشوفوا معايا في الصوره، تنسمو بالاعشاب المنسمه اللي عندنا، الزعتر ازيل اللي بغيتو. المهم راه ضفت حتى التوابل، الملحه، البزار، سكنجبير، الخرقوم، المهم التوابل كامله والتحميره. بقيت كنخلط الخليط ديالي بحال هكا بهذه الطريقه حتى كيعقد لينا، غير كيبدا يبقبق بحال هكا كنطفيو عليه. شوفوا كيفاش كتجي لاصوص ديالنا، جد رائعه. هاد لاصوص جد اقتصاديه، انا كنحتفظ بها في الثلاجه. كتصيب لي هاد المطيشه وبصله وحده كدير ليا كميه وفيره ديال لاصوص ديال البيتزا. صافي كنسرحها بحال هكا بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا في الصوره. وكنبقى نديرها على العجين ديالي اللي طيبتها، غير نص طيبه وخرجتها من الفران كما كتشوفوا معايا. وفي هاد الاثناء هادي نضيف عليها واحد الكميه ديال الفخوماج، تيبقى اختياريه. المهم الحشو كيبقى على حسب كل واحد، اللي متوفر ليه في البيوت ديالو، اللي متوفر ليه شي حاجه كيديرها، واللي ما متوفرش ليه ماشي مشكل. ممكن انكم ديروا غير بصيله فليفله، ممكن انكم ديروا هذا لي طوماط سوغيز، ديروا اي حاجه. انا بقيت كندير هكا. المهم بدي حشو مختلفين كما كتشوفوا معايا، بديت كنقطع حتى هاد الشريمه حتى هو كنزين به، وكذلك هنايا. وصافي بقيت بحال هكا عاوتاني كندير الطون، ديك الطون اللي عندك، انا درت الطون ديال الزيت، كيبقى لكم الاختيار ديروا داك الشيء اللي بغيتوا ديروه. صافي بقيت كندير ديك الطون ديال الزيت على الباط ديالي. صافي كما قلت لكم نشحروا بصيله، نشحروا فليفله، نديروا دنزل حتى هو مشحر، نديروا اي حاجه اللي هو اختياري، نديروا الطوماط سوغيز، نستغناو على حوايج ونديروا حوايج اخرين، ممكن اننا نديروا لدان، نديروا الكفته، نديروا اي حاجه متوفره لينا. هنايا عاوتاني بالنسبه للفخوماج كنديروا اي نوع فخوماج اللي متوفر لينا واللي كتفضلوه نتوما. انا كان عندي هذا النوع الفرماج، قلت والو ما يضيع راه نديروا حتى هو. صافي ضفت على العجين ديالي اولا لاباط ديالي ديال البيتزا، حكيتو عليها. كذلك ممكن انكم ديروا صوص بلونش في عوض صوص طوماط، صوص طوماط اللي تجي زوينه واقتصاديه. ممكن ديروا غير ايوا كما كتشوفوا معايا، ممكن ديروا فرماج حمر، ممكن ديروا موتزاريلا، ممكن ديروا اي نوع ديال الفخوماج اللي كيكون متوفر. صافي في هاد الاثناء انا كما كتشوفوا معايا اي حاجه طاحت لي في الجنب كنعاود نضيفها في لاباط ديالي. ممكن انكم كذلك ديروا الصوصيط حتى هو كيجي زوين، تشحروه واحد شويه وديروه، تقطعوا طريفات صغار حتى هو كيجي جد رائع. مهم كما قلت لكم وكنعاود نقول لكم، كيبقى الحشو اختياري. ممكن انكم تخلطوا هاد المكونات كامل اللي قلت لكم وديروه في بيتزا، راه تيجي جد جد رائعه. هنايا كذلك ضفت واحد الحبيبه ديال الزيتون. مهم انا نخليكم مع الحشو ونخليكم مع الفيديو، تكملوه وتشوفوا الصوره احسن، هي راه كتشرح راسها. وخليكم معايا وما تنسونيش كذلك من لاجيم ولي كومونتير ديالكم الرائعين، وعواشكم مباركه. وخليكم معايا بالنهايه ديال الطبيبله ديالي تشوفوا كيفاش راها جات. المرحله هذه زدت واحد شويه ديال الزعتر، راكم عارفين الزعتر مهم،
وزدت انا شويه ديال الكروفيت وزيتو نخضر وزيتو مكحل وشويه ديال الفرماج ودخلت الفران طيب غير من الفوق حتى كيذوب لينا داك الفرماج كتجي بهذا الشكل هذا كتجي جد جد رائعه. نتمنى انكم تجربوها، تحمل لكم الوجه ديالكم كتجي زوينه ومفشفشه احسن من المحلات. هكا كانت الطويبله ديالنا، ولا بغيتو نشارك معكم هاد لي ساندويتش هادو حتى هما كيجيو جد رائعين. ومرحبا بكم الف الف مرحبا، وكنشكركم بزاف على تعليقكم الرائعه، وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد ان شاء الله بالصحه والسلامه وكل المتمنيات.